عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور محمد حسين، مدرس واستشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب. هنتكلم النهاردة يا شباب إن شاء الله عن السيتوميجالو فيروس انفكشن. سيتوميجالو فيروس ليه سموه سيتوميجالو فيروس أساسا؟ سيتوميجالو، ميجالو يعني بيكبر، سيتو يعني خلية، فهو نوع من أنواع الفيروسات اللي هي لو صابت الخلايا بتكبرها شوية في الحجم. معظم المانيفستيشن بتاعتها أسيمتوماتيك زي ما هنعرف كمان شوية، لكن أنا عايز ناخده تفصيليا. هو بيتنقل إزاي؟ المود اوف ترانسميشن، ترانس بلاسينتال من الأم الحاملة لابنها، بريست فيدينج في أثناء الرضاعة، انفكتد سلايفا يعني بالكيسينج، سكس اند بلاد برودكتس ان اديشن تو كونتاكت. الفورمز بتاعت الكلينيكال بريزنتيشن بتاعته بتختلف اكوردنج هو جه ازاي. ففي انواع مختلفه، البري نيتال تايب من السيتوميجالو فايرال انفكشن. وايه اللي بيحصل في البري نيتال؟ في معظم الاحوال بتبقى اسيمتوماتيك ماذر وعندها اكتيف ديزيز، سام سورت اوف اكتيف ديزيز. حوالي 10% من الاطفال المولودين لام مصابه بالسيتوميجالو فيروس هيبتدي يحصل لهم ترانس بلاسينتال ترانسميشن، وهتبتدي تظهر عليهم المانيفستيشن. ايه المانيفستيشن اللي ممكن تظهر يا اولاد؟ جونز، هيباتوسبلينوميجالي، ثرومبوسايتوبينيا، وممكن نلاقي بيربريك ايربشن، مايكروكيفالي، بيريفنتريكولار كالسيفيكيشن ساعات بنشوفها، هيرنج لوس، وديفورميتي غريبه زي موتور انستابيليتي ممكن تحصل فيهم. وفي حالات قليله ممكن نلاقي اسيمتوماتيك خالص، او ممكن نلاقي العيان في سيفير نيورولوجيكال يعني ديفيسيت واضح وصريح. يبقى اول كاتيجوري احنا اتكلمنا عليها البرينيتال، ودول لام مصابه ونسبه حدوثهم 10% والمانيفستيشن زي ما قلت لحضرتك. طيب الناس اللي هم اتصابوا بالفيروس هم اميونو كومبتنت، يعني مناعتهم كويسه كده، كويسه ايه اللي هيحصل؟ المناعه الكويسه دي هتخلي في مشكله اكبر، ان العين هيبقى اسيمتوماتيك حامل للفيروس ولكن لا تظهر عليه الاعراض. وبيعمل حاجه ساعات في بعض الاحوال واتس كولد مونو نيوكلوزز لايك سندروم. يعني ايه مونو نيوكلوز لايك سندروم دي؟ يعني مانيفستيشن بتبقى عامله زي المانيفستيشن اللي بتحصل مع الابيستاين بارافيروس. والحكايه دي بتحصل زي ما بتحصل مع السيتوميجالو فيروس. انا عايز اضيف لكم شويه ان ممكن نلاقيها مع دواء اسمه الدبسون. استخدام الدبسون حتى ممكن يعمل حاجه اسمها مونو نيوكلوز لايك سندروم. تمام، ايه المونو نيوكلوز لايك سندروم؟ تلاقي فيفر، تلاقي ريش، تلاقي مايالجيا، تلاقي هيباتوسبينوميجالي، تلاقي ليمف نود كبيره في العيان. فكلها دي حاجات عامله زي ما تكون راميه ناحيه الانفكشوس مونو نيوكلوز، على الرغم ان هي سببها سيتوميجالو فيروس حصل في حد ميونو كومبتنت. في بعض الحالات بيحصل يعني اتز اكيس ريكوردد ان يحصل كرونري ستينوزز، ماشي، ويبقى العيان محتاج يعني الكلام ده بعد ما يعمل انجيوبلاستي ولا حاجه زي كده، يحتاج ان هو يعمل بقى ايه انجيوبلاستي تاني ويوسع تاني بعد ما ايه عمل الاول عشان توسيع. ده ككومبليكيشن من الانفكشن بالسيتوميجالو فيروس انفكشن، لانه بيعمل بروليفريشن عامه في السموث ماسل، فبيعمل ري استينوزيس تاني في بعض الحالات ودي اكيس ريكوردد او دي ريبورتد. طيب الاميونو كومبرومايز، طب اللي مناعته بقى ضايعه خالص وبايظه من البدايه، سيتوميجالو يعمل ايه؟ يعمل البدايع فيه، بيسوي الهوائل زي ما بيقولوا. يعمل سيتوميجالو فيروس ريتينايتس، وده بيحصل بقى نيورو فاسكولار بروليفريشن بتحصل في الريتينا من ورا. بيسموها بيزا باي. البيزا باي دي معناها ايه؟ معناها ان الريتينا كلها بتتملي، بيحصل فيها بروليفريشن، ويبتدي يحصل نيورو فاسكولار نيوفاسكولاريزيشن او انجيوجينيسيس جوه الريتينا. ممكن يعمل مشاكل جي اي، ده هيأثر على كل السيستم. انت ممكن تلاقي العيان عنده اوسوفيجايتس وادينوفيجيا وحاجات زي كده، ممكن الكرنت اتاك وبليدنج وهيماتيمسيس. لو جه في الباول يعمل ميميكينج الاي بي دي، يبقى المانيفستيشن بتاعته ممكن هو ذات نفسه يعمل اكسربيشن للاي بي دي، ممكن يؤدي الى هيباتايتس، وتنتهي الامر ان العيان يخش في اكيوت ليفر سيل فيلير ويحتاج ليفر ترانسبلانتيشن. ممكن يجي على مستوى الريسبيراتوري ويعمل بقى نيومونيا محترمه. نيورولوجيكال ممكن يبقى ليه مشاكل كتيره، منها ترانسفيرس مايلايتس او الانكيفالايتس. دي حاجات من الحاجات اللي ممكن تحصل كلها لو جه سيتوميجالو في عيان اميونو كومبرومايز. نشخصه ازاي؟ ده السؤال اللي بنطرح نفسنا. طب ثانيه واحده بقى، نشوف هو ترانسميتد ازاي او
جاي في مين ونشوف هنعمل ايه. يعني لو كان برينيتال مثلا او جاي في النيبورنس والمذر والحاجات دي كلها، المذر ذات نفسها لازم تعمل في الفيرست تريمستر تعمل تشوف اذا كانت هي سيرو بوزيتيف ولا سيرو نيجاتيف. اف بوزيتيف ريبيتد افتر 3 مانثس، نكرره تاني بعد 3 مانثس، لو لقيناها بوزيتيف نعالجها. طيب الكونجنتال انفيكشن دايجنوزد بايه؟ بان انا الاقي الاي جي ام بوزيتيف موجود في الامنيوتيك فلويد، تمام. البي سي ار والإلايزا من الحاجات اللي هي طبعا هتحدد وهتفرق جدا في تشخيص العيانين دول. طب لو هو اميونو كومبيتنت، اميونو كومبيتنت يعني مناعته متغلبة على الامر، يعني في بس شوية ليكوبينيا موجودين في الفيرست داي فولد باي ليمفوسايتوزيس، ممكن تلاقي بعض الابنورمالتي في الليفر فانكشن في اول 2 ويكس موجوده فيهم الفيفر ولا حاجه. الاي جي ام طبعا دايجنوستيك لو لقيناه رافع، لا سيما لو لقيناه رافع فروم ذا ستارت. لو ما لقيناهوش ممكن نعتمد على الاي جي جي، بس الاي جي جي يا جماعه لازم يرفع 4 فولز عن الليفل اللي هو كان عليه، يعني نلاقيه مثلا كان موجود 4 بقي 4 في 4 بي 16، يعني بقي زاد 4 فولز عن المستوى الطبيعي بتاعه. الاميونو كومبرومايزد بيشنت لو كان سايتوميجالو فيروس نيورايتس، فبتوع الاوفثالمولوجي هي هم اللي هيشرحوا الكلام ده وهيقولوا ان البيكتشر دي تمشي مع سايتوميجالو فيروس ريتينايتس. طيب لو كان سي ان اس مانيفيستيشن يبقى ما معناش غير ان احنا نعمل بي سي ار، نعمل بي سي ار للسي اس اف. طيب لو ممكن نعمل كلتشر في بعض الاحوال، مش حاجه اسمها شيل فايل كلتشر for rapid detection of viral antigen is better مش to be done في الناس اللي هم عندهم مشاكل في الريسبيراتوري برونكو فاسكولار او برونكو الفيولار لافاج، ناخدها ونعمل ليها كلتشر. الكولايتس والحاجات دي ويز او ويزاوت فايريميا ممكن نشوف السيتوميجالو فيروس ب لو يعني ايه لو العيان حتى في البلط هنلاقي الاي جي ام بتاعه عالي. ممكن في بعض الاحوال نلاقي بيختلف الليفل بتاعه او يطلع معايا حاجات تاني فولس بوزيتيف زي الروماتويد فاكتور الاي ان ايه، ممكن نلاقيهم مرتفعين. طيب الايمجنج ستادي شست اكس راي في سايتوميجالو فيروس نيومونيا، ممكن نحتاج ناخد بايوبسي لو كان عيان جي اي مانيفيستيشن كولايتس وحاجات زي كده زي ما كنا بنقول، ونشوف اذا كان فيروس عايش فيها ولا لا. في حاجه مميزه جدا في البايوبسي اللي هو الانترانيوكلر اند الانتراسايتوبلازميك انكلوجن بودس، ماشي، اويلز اي تمام. الاولز اي او الاولز اي دي عباره عن ايه؟ عباره عن انتراسايتوبلازميك انكلوجن بودس موجوده جوه السيلز، تمام. التريتمنت نعالج ازاي العيانين دول؟ بنعالجهم عامه بحاجتين، يا اما جان سايكلوفير يا اما فالجان سايكلوفير. بنعالج بجرعه الجان سايكلوفير وبالذات لو كان في سيفير ريتينايتس موجوده، بندي 5 مللي جرام لكل كيلو جرام لمده 12 كل 12 ساعه، وبنديهم اي في فور 3 ويكس لمده 3 اسابيع فولود ب 5 مللي جرام بير كيلو جرام بير دي لليوم الواحد، بدل ما بنخليها كل 12 ساعه في اول 3 اسابيع لا هنخليها في اليوم الواحد. طيب العيان الليس ريتينايتس الامور اسهل شويه، ممكن نستخدم فالجان سايكلوفير والجرعه 900 ملغ كل 12 ساعه لمده 3 اسابيع فولود باي ديلي 900 ملغ يوميا. طيب في الريزيستنت كيس عيانين مش مستجيبين على الجان سايكلوفير او الفالجان سايكلوفير، ممكن نستخدم كومباينيشن، ممكن نستخدم فوسكارنيت لوحده او نستخدم كومباينيشن من فوسكارنيت مع الجان سايكلوفير. اذر ماشي سيستميك انفيكشن ممكن تحصل، ماشي ارتريت باي في دراجز از ان ذا سي يعني سيفير فورم من الريتينايتس، تمام. لو العيان عنده ايدز يبقى لازم الريجيمن بتاع الهارت يتعطي مع الريجيمن بتاع السيتوميجالو فيروس، وما ننساش القصه دي. ديوريشن بتاعه التريتمنت لو سي دي 4 اكتر من 100 سيلز فور 6 مانثس في ايدز بيشنت اند 2 ويكس افتر فايرال ريديكيشن لازم نكمل بالريجيمن بتاع السيتوميجالو. ان في البريجننت وومن ممكن نحتاج استخدام الاميونوجلوبولين عليها كونتروفيرس، لكن ممكن نحتاجها علشان تقلل من فرصه ترانسميشن للطفل الصغير. البريفنشن عامه ايزوليشن از نوت افكتيف، الفاكسين اندر ترايل، السيتوميجالو فيروس بروفلاكسيس ان اميونو كومبرومايز بيشنت اونلي انديكيتد
في الحالات اللي هي فيها فايرال ريبليكيشن. الهارت ريجيم لازم يتعطي زي ما احنا بنقول في اي عيان عنده سايتوميجالو فيروس بوزيتيف. الامرجنسي والادميت لو العين دخل في انكفلايتس، لو عنده سيفير كولايتس وانت تدخله وتعمل له كولونوسك وتاخد بايبسي وتشوف اذا كان فيه ولا لا، ريتينايتس مثلا عايز تعمل فندس اكزامينيشن، كولونيك برفريشن، اي حاجه من الحاجات دي كلها هي الاسباب بتاعه حجز حاجات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا.